يا اهلا بيكم. في اول اسبوع ليا في الشغل فوجئت بالتيم ليدر بتاعي بيجيبني وبيقول لي بص انت هتكمل مكان الناس اللي هتمشي دي. قلت له ايه هي الناس دي هتمشي؟ قال لي اه عشان هم غير مؤهلين ان هم يكملوا في التدريب. فقلقني. بعدها بيوم لقيته بيقول لي بص مدير الشغل قرر ان انت هتوقف تدريب وهتخش مباشرة في الشغل. فخوفني. وعلى نهاية الاسبوع لقيته بيقول لي على فكرة انا جايب لك خبر كده. قلت له ايه؟ قال لي انت هتخش في اكبر مشروع في الشركة. فجالي مغص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم احمد فخر الدين PHP developer موبايل developer and web instructor. والنهاردة جايين نتكلم عن الخوف. في كلمة او مقولة شهيرة جدا لمارك توين بيقول فيها لتتخلص من خوفك افعل اكثر ما يثير رعبك. كلمة صادمة. والاول وهلة انت لما بتسمع الكلمة دي تحس ان انت تتخض كده. بس تعال النهاردة نركز في الخوف. وانا بتكلم عن الخوف عشان بوجه كلامي وانا قناتي وكل اللي بعمله دون بستهدف بيه المبتدئين وليس المحترفين. ازاي المبتدئ يواجه مخاوفه وازاي يتغلب عليها. واول مرحلة هي انك تعرف ايه هو الخوف اصلا. يعني ايه خوف؟ الخوف بيحصل لما انت من جواك تحس انك بتواجه حاجة بالنسبة لك مجهولة او تفوق قدرتك. تاني حاجة مجهولة، تلاقي ناس مثلا بتخاف من المستقبل لانه مجهول خلاص او اكبر من قدرتك انت ما تقدرش تواجهها. طب ده معنى الخوف. هل الخوف ده شيء وحش ولا شيء حلو؟ هنا في ملحوظة مهمة جدا انا عايز ابشرك واقول لك ان الخوف في حد ذاته مش شيء وحش، ده شيء كويس جدا وانت تقدر تستغله لمصلحتك. الخوف زي ما عرفناه لما انت تبقى حاجة مجهولة بالنسبة لك او اكبر من قدرتك، فده معناه ان انت خرجت من دايرة الراحة الكومفورت زون بتاعتك وان انت بتقابل تحدي اكبر منك. ودايما التحديات هي اللي بتصنعنا. التحديات اللي اكبر مننا هي دايما اللي بتدي اشارة ان مستواك بينمو، ان انت بتنمو، ان انت بتتعلم حاجة جديدة. انت لما بتيجي تخش كورس جديد بتحس انك خايف، لما بتروح تزور مكان جديد بتحس انك خايف، لو جربت تخرج بره بلدك وتتعرف على ثقافة جديدة هتلاقي نفسك خايف. دايما الحاجات الجديدة علينا المجهولة بالنسبة لنا اللي فيها تحدي بيبقى فيها خوف. اذا الخوف اشارة جيدة على النمو. وكون ان انت خايف فده معناه ان انت عاوز تواجه الحاجة اللي قدامك كويس، وإلا كان هيبقى عندك لا مبالاة. طيب انت يبقى الخوف ضدنا مش معانا. انت يبقى وحش ما يبقاش كويس. الخوف يبقى وحش لو عطلك عن النمو، يعني خلاك ما تعملش الحاجة. انا دلوقتي عايز اخد كورس في مجال جديد علي مثلا في البرمجة، لو انا خفت من الكورس دون فده شيء كويس. طيب لو قلت بسبب الخوف ده لا يا عم انا بص انا مش عايز اجرب اساسا خايف لحسن افشل، هنا يبقى الخوف ضرر مش فايدة. نيجي للنقطة التانية وهي ايه هي اكبر المخاوف اللي بتواجه المبرمجين. وانا هنا اقصد المبرمجين المبتدئين وهم المستهدفين بالقناة وبكلامي كله. اكبر المخاوف اللي بتواجههم هنقش منهم حاجة واحدة النهاردة. اكبر المخاوف اللي بتواجه المبرمجين المبتدئين هي فكرة التطبيق، ان انا بتعلم حاجة واجي اطبق لأ نفسي مش عارف ان انا اطبقها. وتعالوا نحلل بقى النقطة دي، ليه بيحصل؟ ليه انا بتعلم ممكن اقعد ادرس برمجة كتير واجي ساعة التطبيق انا مش عارف اطبق؟ في ناس كتير جدا كانت بتبعت لي على الصفحه تقول لي انا مش عارف انا درست برمجه وانا خدت كورسات، بس بص والله العظيم واحده بعتت لي قالت لي النص كده، قالت لي انا خدت كورسات برمجه كتير انا كل بس اللي عاوزه تخليني ازاي كل الحاجات اللي اتعلمتها دي ازاي اطبقها في مشروع عملي. بقيت اضرب كف على كف. وهو ده بقى اللي انا عاوز اقوله، الفرق ما بين التعليم والتدريب. يا جماعه انا ممكن اخد كميه معلومات جدا عماله الم في معلومات بس ملهاش قيمه اذا ما تحولتش الواقع عملي اقدر انفذه واطبقه. كده ما بقتش غير مجرد تحصيل معلومات، جمع معلومات، رص طوب فوق بعضه. طب ده بيحصل ليه؟ بيحصل اولا لانه طريقه التعليم اللي انت بتتعلم بيها غلط. لو انت اتعلمت بالطريقه دي فانت بتتعلم غلط. لو اتعلمت حاجه وحسيت ان انت مش عارف طب انا هعمل بيها ايه، يبقى اعذرني الطريقه دي غلط. لو العالم كله بيعلم بالطريقه دي انا مصر على رايي الطريقه دي غلط، طالما بتتعلم وما بتقدرش تطبق. يعني مثلا
لو انت جيت دلوقتي وفتحت اليوتيوب ورحت مدور على كورسات تعليم سواقة، انت كده اتعلمت سواقة، بس هل انت نزلت وجربت بايديك؟ هل لو انا جبت لك عربية هتسوق باحتراف؟ انت مش هتسوق باحتراف، انت ممكن تقعد تجرب وتنفع وتفشل، بس لو خدتك وعطتك على الطريق سريع، لو اتحطيت في موقف انت مش مستعد له انت هتعمل كارثة. ليه؟ لان ده تعليم مش تدريب. في فرق ما بين تحصيل المعلومات واكتساب المهارة. مثال تاني، لما كنا في المدرسة واحنا صغيرين وحتى لما كبرنا وبقينا في الجامعة، كنا دايما في مادة كده خاصة بالكمبيوتر، فكنت طبعا دي بتبقى حصة المفترض انها شيقة جدا وبنتعلم حاجة جديدة. انا كنت بحضر ببقى عايز اعيط. ليه بقى؟ ما كانش فيه الكمبيوتر اللي انت تقدر تقعد وتجرب وتمسك بايدك وتشوف ايه اللي بيحصل، كلها كلام نظري جدا عام جدا. بص يشاور لك كده، ده الفقرة. فقرة ايه يا جدعان؟ فقرة ايه؟ فقرة ايه وبتاع ايه؟ احنا هنتكلم في الفران والقطط، وواحد تاني يجي يقول لك الأقراص الصلبة، الفرق ما بين الأقراص الصلبة والأقراص المرنة. بس هو بيقعد يديك ملاحظ ومعلومات مجردة من أي تدريب، فبالتالي بتطلع ما عندكش مهارة، ويمكن كمان تطلع كاره الحاجة اللي انت اتعلمتها. وبعدين نرجع نقول أنا ما مش لاقي شغل في البرمجة، أصل البرمجة وحشة. لا، البرمجة مش وحشة، وشغل البرمجة ده أساسا هو الناس دلوقتي اللي بتشتغل هي اللي شغالين في البرمجة. اعرف دكاتره والله العظيم مش لاقيين شغل. فهي مش دي القصه. القصه ان انت تبقى اكتسب مهاره، قوي مهاراتك كويس واجهز لسوق العمل، وبعد كده يا سيدي ابقى اقول بقى، وبعد كده بقول انا مش لاقي شغل او مش لاقي وظيفه. انما انت ما قويتش مهاراتك او اتعلمت غلط، ما تلومش على البرمجه نفسها. طب انا اتجنب ده ازاي؟ ازاي اقدر اتغلب على الخوف ده؟ اول خطوه هي انك تطبق بنفس الطريقه بتاعه الشركه. انا خفت ليه لما رحت الشركه؟ ولما قال لي انت شغال في اكبر مشروع في الشركه، اللي خفت ليه؟ ايه السبب الاساسي؟ دور على مصدر خوفك. ايه السبب الاساسي؟ السبب الاساسي ان المعلومات اللي انا كنت واخدها واللي انا قريتها من الكتب كويسه وافادتني، بس في نفس الوقت انا كنت مأهل نفسي ان هروح هتدرب الاول وبعدين اخش في الشغل، فاذا بي افاجئ ان انا عاوز احول كل اللي اتعلمته مره واحده لسوق العمل. فاكتشفت ان في فجوه، في حاجات انا متعلمها وعارفها كويس قوي وعارفها ودرستها، بس مش عارف هما ازاي بيشتغلوا مع بعض، ازاي كل المعلومات دي تتطبخ مع بعضها وتطلع لي ابلكيشن. لذلك الشركات من فتره بعيده شويه كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل تدريب مستمر للمتدربين او الخريجين الجدد. دلوقتي الموضوع قل، موجود والله موجود، وبخش على موقع وظف ولغايه دلوقتي بلاقي في كل مجالات البرمجه بلاقي تدريبات من وقت للتاني، بس الموضوع قل قوي. وهنا بتذكر كلمه الفريق سعد الدين الشاذلي عليه رحمه الله في كتاب مذكرات حرب اكتوبر، كان بيقول فيها: والحقيقه أنه لا تتقن الحرب إلا بالحرب. وأنا بقول نفس القصة: لا تتقن البرمجة إلا بالبرمجة. يعني لازم تبرمج بإيدك عشان تبقى مبرمج ناجح، غير كده أنت مش هتبقى مبرمج ناجح. يبقى لما تيجي تطبق بطريقة الشركة، تشوف إيه هي الأدوات اللي بتشتغل بها الشركة، تشوف إزاي بيتم تسلم التاسكات، تشوف إيه هي المهارات بتاعت التايم مانجمنت عشان لما تيجي تستلم تاسك وتحدد ديدلاين. هي دي المعلومات اللي انت محتاجها عشان لما تروح الشركة تبقى مخاوفك اقل. اتنين، وانت بتتعلم تتدرب تكتفيش بالتعليم بس، لازم كل معلومة تتعلمها لازم تطبقها بايدك. تلاتة، تخرج من منطقة الراحة، الكومفورت زون. لو انت رايح في كورس وقاعد عامل كده ومسترخي وعمال تتلقف معلومات، اعرف ان انت كده ماشي في عكس الاتجاه. المفترض ان انت تكون اثناء الكورس ماشي تتلقى في مرحلة تاخد فيها معلومة، المرحلة التانية لازم انت تخش بنفسك وتجرب وتبحث وما تلاقيش وتفكر في المعلومة وتشتت في ذهنك. لازم ده يحصل، عشان ده اللي هيحصل في أرض الواقع. انت بتعمل سيميوليشن للواقع اللي بيحصل. أربعة، تواجه تحديات أكبر منك بشوية. ليه؟ لأن لو التحدي اللي انت مواجهه، التاسك اللي انت واخدها أكبر منك بكتير، هتعملك حالة إحباط، ولو أقل منك بكتير يبقى مستواك مش هيتقدم. ومن هنا جت فكرة الورشة البرمجية. الورشة البرمجية دي هي سلسلة من الكورسات إن شاء الله بجهز لها. الجزء الأول منها هيبقى بلغة PHP عشان أديكم بريف عنها. الهدف منها أول حاجة إنها تعمل سيميوليشن لفكرة التدريب اللي بقت الشركات ما بتعملوش دلوقتي، لك أنت تتدرب وبعدين تشتغل. الشركات دلوقتي مش عايزة تعمل كده، الشركات عايزة واحد جاهز وتيجي تشغله على طول. بتعمل سيميوليشن على بسيط في كل مستوى أنت بتتعلم. فأول حاجة هي إنها بتخليك تتدرب على كل معلومة أنت بتاخدها وتطبق عليها أول بأول. ده أول هدف. اتنين، تكامل للمعلومات مع بعضها البعض. يعني ايه تكامل المعلومات؟ يعني ما بتاخدش الاف كونديشن لوحدها والفور اتش لوحدها
والفور لوب لوحدها وفاريابل يعني لوحدها كونستانت يعني لوحدها. لا الطريقه دي في التعليم غلط. خش على كل مواقع التعليم في العالم هتلاقيها ماشيه بنفس الطريقه دي، ان هو بيقسم لك البرمجه لاجزاء وكل جزء منفصل وبيدي لك عليه امثله. الطريقه دي غلط. الطريقه دي غلط، ولو كل مواقع العالم بتعلمها فانا مش معترف بالطريقه دي، الطريقه دي مش صح. طب ايه الصح؟ الصح ان انا افهم كل حاجه شغاله مع بعضها ازاي، المعلومات بتتكامل ازاي. انك ما تدينيش الاف كونديشن لوحدها وتديني الفور لوب لوحدها وبعدين انا بقى مفترض في النهايه خالص اشوف كل دول شغالين مع بعض ازاي، ده مش صح. المفترض ان كل مره بتحسن بدرجه واحده اعلى من مستوايا وبشوف المعلومه دي ازاي بتشتغل مع بعضها. لو انت بتاخد الاف كونديشن فبتاخد معاها الفور لوب فتعرف الاف كونديشن وهي شغاله جوه الفور لوب ازاي، وتشوفها ازاي شغاله مع الفانكشن، وبعدين تاخد الفانكشن وتشوف ازاي شغاله مع الكلاس، وبعدين الكلاس تشوف ازاي بيشتغل مع الانترفيس. انت كده بتعمل تكامل للمعلومه، بتشوف الصوره جزء بجزء بنفس طريقه البازل، تشوف حته وجنبها حته وجنبها حته لغايه ما تكمل لك الصوره النهائيه اللي تخليك تفهم البرمجه وفي نفس الوقت تطبقها بايديك. اتمنى اكون قضيت على خوف من المخاوف اللي عندكم، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. وما تنسوش ميعادنا ان شاء الله قريب في السيشن، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.